بمناسبة اللعيبة برضو كان في جدل كبير الفترة اللي فاتت على صالح جمعة وحكاية الفيديو غير صحيح. انت هل في عقوبات أخيرة على صالح جمعة ولا حالة الانضباط عنده ايه؟ بص يعني في جزء من التأكيد ما بيبقاش فني قوي، يعني لو في جزء مش فني بيبقى كابتن حسام، لو في جزء فني اسف بيبقى الموقف لكابتن حسام البدري، لو في حاجه خاصه غير فنيه بيبقى برضه في قاعده مع الجهاز الفني مع كابتن حسام البدري ويتم الامر للاداره وبناخد قرارات. تمام، لكن الفتره اللي فاتت صالح موجود في الفرقه، يعني موجود متواجد في الفرقه، بس انا لما اجي بعمل نظام او النادي الاهلي لما بيعمل نظام او النادي الاهلي لما بيعمل سيستم او بياخد مواقف ما بياخدهاش على فرد او لما بيحط لائحه ما بيحطهاش بيبقى على ده فرد. نظامه العام. تمام، بيبقى ده نظامه العام. تمام، الرساله ما بتبقاش رايحه لشخص او اثنين او ثلاثه في الفرقه، لا انت ما بتلعبش لعبه فرديه، انت بتلعب لعبه جماعيه. كابتن سيد، يعني قبل ما نقول لك متشكرين رد عليا بكره، عايز اقول لك حاجه. يا سلام. بإذن الله. ماشي، شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.